ولمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من بغداد مستشار مركز الأمة للدراسات والتطوير للشؤون العسكرية والأمنية العميد الركن خليل الطائي. أهلا ومرحبا بك سيادة العميد. بداية، السفير التركي لدى بغداد أعلن أن بلاده بدأت بالفعل عمليات عسكرية على الحدود بين البلدين، هل من معلومات عن هذه العملية وحدودها؟ حياكم الله أخي الكريم. حياكم. طبعا هذه العملية أخي الكريم هي لم تبدأ اليوم، بدأت بالضبط صباح يوم 18 آذار مارس الحالي. نعم. تحركت قوات تتكون من 1000 إلى 1200 مقاتل، مدربين تدريب خاص، هكذا عمليات جغرافيا صعبة تتطلب وحدات قادرة على التعامل مع هكذا جغرافيا. هذه القوات دخلت إلى 6 قرى بين محافظتي أربيل ودهوك، اللي هي كليرشي وبولي شيخ وكوندي وبريمدو وغيرها. هذه القرى التي دخلتها قسم منها يقع على جبل تورك وقنديل، والقسم الآخر يقع خلف الجبل. عندما دخلت القوات التركية في هذه القرى التي تمتاز بوعورتها الصعبة وجغرافيتها الشديدة والقاسية، حاولت أن تنشئ رباية على مرتفعات القرى، وبذلك انتشرت عن طريق هذه الرباية داخل هذه القرى. طبعا هذه القرى أخي الكريم هي تحوي على مقرات وعناصر ميليشيا في كاكي، ليس الآن وإنما هذا قبل عام 2003، ولذلك العمليات التركية سابقا بالاتفاق مع حكومة بغداد قبل الاحتلال كانت تسمح للقوات التركية أن تتوغل جويا بمسافة 6 كيلومتر وبعض الأحيان عمليات برية. أما الآن فلذا هذا التعديل لم يكن موجودا، فلذلك شاهدنا القوات التركية توغلت بمسافة أكثر من 18 كيلومتر تقريبا على حدود محافظة دهوك. نعم. طيب، بعد أن دخل الجيش السوري الحر مدينة عفرين بدعم من الجيش التركي، صرح وأكد الرئيس التركي مباشرة أن بلاده ستلاحق الإرهابيين الأكراد في شمال العراق وأنه سيقوم بعملية عسكرية في سنجار إذا لم تتدخل حكومة العبادي. هل تتوقعون عملية عسكرية مشابهة لغصن الزيتون في شمال العراق؟ أخي، بالنسبة للقيادة التركية اتخذت القرار بمطاردة ميليشيا البككة في تركيا وسوريا والعراق. وفق هذا القرار هي تشن عمليات عسكرية في هذه الجغرافيا، ولكن حسب الظرف والتوقيت. نعم. ولذلك اتخذت تعبئة تفصيل ملفات ميليشيا البككة، وهذا القرار لم يتخذ من بعد عفرين، وإنما بعد أحداث كركوك تم اتفاق بين إيران وتركيا وروسيا أيضا، لذلك لأن تركيا عندها أكراد والعراق لديها أكراد وإيران لديهم أكراد، اتفقت هذه الجهات على تصفية الملفات الإرهابية كل دولة حسب ما تراه مناسبة. لذلك عملية عفرين عندما انطلقت نحن قلنا وكتبنا مقالات أنها سوف لن تتوقف في عفرين وسوف تتمدد إلى منبت وعين العرب طوباني والقامشلي، وقد تتطور لاحقا إلى سنجار، ولكن هنا سنجار هنالك يعني جغرافيا مختلفة، جغرافيا تسليحية، هنالك ميليشيات جنوبها وهناك الأكراد اللي حزب الكردستاني وهناك البككة، إذا هو ملف مختلف يتطلب تروية ودقة واتفاق دولي على دخول هذه المنطقة، ولكن في ظل هذه المتغيرات نستطيع أن نستدل أنه لا توجد هنالك سيادة بما تسمى بحكومة بغداد، ولذلك الملفات انتقلت طيب من بغداد وسوريا إلى الملفات الدولية في سوريا روسيا وتركيا وإيران. حكومة العبادي والأحزاب السياسية والكتل رفضت سابقا وجود القوات التركية في بعشيقة، والكل يتذكر ما حصل في تلك الفترة، ولكن الآن الأنباء تتحدث عن تعاون بين بغداد وأنقرة في ملاحقة الانفصاليين الأكراد، ما تفسيركم لتغير الموقف؟ أخي، التفسير واحد وواضح، وهو أن حكومة ما تسمى بحكومة بغداد هي حكومة إعلامية فقط، وهي مسلوبة القرار، والقرار الكامل بيد إيران. لذلك متى ما إيران رأت مصالحها التعاون مع تركيا ليس محبة بتركيا ولكن كرها بأكراد إيران، هي تتعاون وذلك تصدر أوامرها بالتالي إلى حكومة بغداد. إذا القرار هو إيراني تركي لغرض مقاردة الميليشيات الموجودة سواء في العراق أو سوريا أو إيران. أيضا إيران سنشاهد قريبا
تشن عمليات عسكرية في شمال إيران لملاحقة الأكراد الموجودين هنالك ما تسمى بالحدث. ما النتائج المتوقعة للعملية التركية شمال العراق في ظل قلق أمريكي وغربي من التحركات التركية على حدودها؟ هي عملية ليست تقليدية، ليس عملية عسكرية تقليدية، هي حرب عصابات وهكذا حروب، هي لن تكون واضحة النتائج سريعا. لذلك تحاول تركيا أن تؤمن ولو لمسافة 10 كيلومتر خارج حدودها منطقة عاملة سواء بالمظلات الجوية أو القصف المدفعي وغيرها. لذلك هذه العمليات هي ليست عمليات برية كما قلنا لتظهر النتيجة لنا المنتظر ومن المهزوم، ولكن في أقل تقدير هي تحاول أن تضعف وتشتت هذه الميليشيات، أيضا لها علاقة بمعركة عفرين والمعارك القادمة في سوريا لغرض تشديد الجهد التركي في هذه المناطق. وبتحذر من جبهة، وتركيا طبعا بقوتها العسكرية وتدريبها العالي تستطيع أن تفتح جبهات متعددة في العراق وسوريا. مستشار مركز الأمة للدراسات وتطوير الشؤون العسكرية والأمنية العميد ركن خليل الطائي، كنت معنا، شكرا جزيلا لك.